هي أمامة، تزوجها بعد 9 ليال من وفاة الزهرة بوصية من الزهرة. طيب، الزوجة الثانية هي أم محمد بن الحنفية، وتزوجها في زمن أبي بكر. الزوجة الثالثة هي أسماء بنت عميس، وتزوجها بعد وفاة أبي بكر. إذن أم البنين هي رابعة الزوجات. طبعا إذا كانت هذه الزوجات موجودات فهي الرابعة. الآن في عقلية كل إنسان، في هذا الزمن، لو أراد الإنسان المؤمن المسلم أن ينظر إلى رجل تزوج بعدة نساء، أولى، ثانية، ثالثة، رابعة، من يتوقع أفضل الأربعة؟ هل الأولى أم الثانية أم الثالثة أم الرابعة؟ الآن في هذا الزمن لو نظرنا إلى زواج علي بثلاث نسوة قبل زواجه بأم البنين، ماذا نقول؟ هي رابعة في الفضل، وإلا لتزوجها قبلهن. أو على أقل تقدير الثانية، باعتبار أن أمامة كانت بوصية من الزهرة سلام الله عليه، وباعتبار أن عليا عليه أفضل الصلاة والسلام لما توفيت الزهراء كان عنده صبية أولاد، وكانت أمامة بمنزلة الأم لهم. وبالتالي ما يقال من أن أم البنين كانت أما لأبناء الزهراء، هذا الكلام غير واقعي. لأن أول ولد لأم البنين عام 36 للهجرة، يعني أولاد علي كانوا متزوجين. لا تستعجل عزيزي الزيد، لا تستعجل. شوف، في زمن أبي بكر جاءوا بسبي، هذا السبي هو لعله أول سبي جاء بعد خلافة أبي بكر. وهو سبي بني حنيفة.
هنا قضية، هنا قضية، هل هذه المرأة التي ورد فيها، ورد فيها بعض النصوص، بل ورد فيها نصوص حتى عند المخالفين، وهي أم محمد بن الحنفية، وهي خولة بنت إياس بن جعفر جان الصفا الحنفي. هسه قيل بأنها أمة لبني حنيفة، قيل هكذا، ولكن هذا القيل له أسباب يجب التدقيق فيه. طيب، ورد في بعض النصوص أن النبي صلى الله عليه وآله رأى خولة بنت إياس يوما في منزله وهي صغيرة، فضحك وقال: يا علي، أما إنك تتزوجها من بعدي وستلد لك غلاما فسمه باسمي وكنه بكنيتي وانحله. ورد ذلك في كتاب الإصابة الجزء الرابع صفحة 289. هسه قد يقال هذا الكلام شنو علاقته؟ أنا أقول لك شنو علاقته. هذه خولة الحنفية لما أرسل خالد